خير عليكم الشباب. نعمل لكم النهاردة حلقة جديدة من سلسلة رسم الحروف. النهاردة معدنا مع حرف البي. هنبدأ طريقة برضو المسطرة والقلم في كل أغلب الحروف نستخدمها.
كده خلصنا حرف البي تقسيم اليمين والشمال. نخش دلوقتي نكتبه بالطريقه بتاعتنا العاديه خالص. أصدقائي احنا خلصنا حرف البي كل الطرق بتاعته، ويا رب تكون استفدتوا من الشرح دوت، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونتقابل في درس جديد ان شاء الله. شكرا لكم.